عندي سؤال وخبر. والخبر وانسى السؤال. كده؟ طيب خدي عندك بقى. نديم فخري طلق مراته. بتهرج. وهي دي فيها تهريج، شوية وهتلاقي الخبر نزل على النت. رامي، هو هيكون أميرة ليها يد؟ بقول لك إيه؟ كل اللي خرب البيوت. وإحنا مالنا؟ إحنا مالنا إيه؟ إحنا مش دافعين لها فلوس عشان تخرب بيت الراجل. إحنا دافعين لها فلوس عشان تجيب لنا منه الكامبين. ماشي، إذا أنا قلت لك إن هي اتفاجئت. شك. حلفت لي إن هي ما كانتش تعرف أي حاجة غير لما هو قالها بنفسه، وبعدين أنتِ مش قلتي إن هي مقضياها؟ لا كلام. إنما بعيني أنا ما شفتش حاجة. أنا هفضل قلقانة كده لغاية ما أعرف هما اتطلقوا ليه. وأنت حر يا رامي لو كان ليها يد في الموضوع ده. هو أنا مالي؟ هو أنا قلت له يطلق مراته؟ هاكل يا حبيبي. بعد ما ناكل هنروح مشوار مع بعض. هنروح لمامي؟ مش انا قلت لك مامي مسافره؟ سافرت وانت نايمه وما رضناش نصحيك. كام يوم وهشوف اذا كنت تروحي لها تقعدي معاها ولا تفضلي معايا انا. نروح نغسل ايدينا بقى عشان نخرج. ايوه يا باشا، هو اتصل عليا وقال لي يا متولي انت اجازه. قلت له ماشي، او تيجي بكره براحتك. قلت له ماشي، او جيت الصبح لقيته يا ولده زي ما انتوا شايفينه كده. هو عايش لوحده هنا؟ ايوه يا باشا، هو واخدها ايجار، او كان ناوي يعمل فيها اللي بتاع ده، اللي بتاع اللي هيلعبوا فيه ده. جيم؟ ايوه، عليك نور يا باشا. يا مجدي بيه. أوامرك يا باشا. تاخد بطاقته وتجيبه لي النيابة النهاردة بالليل. تمام. بطاقتك يا حاج. عظيم جدا. نطلع انت. اديني كام يوم كده وانا اقول لك النتيجه. بس انا وجهه نظري البنت ما ينفعش تعيش معاك اليومين دول. اعرف النتيجه الاول وبعدين اقرر. حبيبي انا ما بتكلمش على كده. انا بس بقول ان وجود البنت معاك وانت في الحاله دي مش كويس عليك ولا عليها. علشان كده انا هاخدها معايا البيت. لحد ما نتاكد بس نعرف ان هي من دمنا ولا مش من دمنا. وساعتها نفكر هنعمل ايه. وتقول ايه لمراتك؟ اكيد هتعرف ان في انفصال. لكن تاكد الكلام اللي انت قلته لي هيفضل سر بيننا طول العمر.
وزي التحليل قال انها مش بنتي. يا اخي ما تسبقش الاحداث. اهلا وسهلا. تفضل سعادة الباشا، هي الحاجات اللي طلبتها. اوعى تكون مش بتاعتها وجايب لي حاجه من عند جماعتك. عيب يا سعاده الباشا. الله، انت متكلم راجل. هنشوف حكمان ليه طريقه بعرف بيها الراجل من العيل الصغير. ويا ويلك وسواد ليلك لو طلعت بتزاك عليا. طب وكتاب الله يا باشا، وكتاب الله الحاجات دي بتاعتها وتخصها وما تخص الجماعه بتوعك. خلاص يا عم، دام حلفت هصدقك. خد امسك. خيرك مغرقنا يا باشا. يا عم خيرك مغرقنا والله. انت لسه شفت حاجه؟ يو الحاجات دي كلها لسه فكه تصبيره. انما بقى وعني مني هتشوف الفلوس اللي بجد. توكل على الله، توكل على الله يا باشا. بسرعه بسرعه يا باشا. شفته بره ده؟ ده عم حضرتك فهم بيه، كان بيسأل على حضرتك، قلت له حضرتك مش موجودة في الفيلة ولا أيوتا حد موجود في الفيلة. عشان كده أول ما شافني طار بعربيته وأنت جريت على جوه. لا حضرتك، هو وقف جنب سور الفيلة وقعد يكلكس يكلكس بالعربية، لقيته عم حضرتك فهم بيه. بيكلكس؟ طيب يا حافظ، معاك ساعة تلم فيها هدومك وتتكل على الله. مش ساعة برضو تكفيك؟ أنا ما عملتش أيوتا. سمعتني؟ وكتاب الله ساعة لحضرتك تشوفيه. وبعدين هنفضل كده كتير؟ هو انت اول ولا اخر واحد ينفصل عن مراته؟ طب انت عارف ان هي صرفت النهارده التشيك اللي انت كنت كاتبه للايجنسي بتاعتها؟ يعني هي عايشه حياتها وانت عامل في نفسك كده. وبعدين دي عمرها ما كانت تستاهلك، انت ضفرك برقبتها. مستر نديم، الشغل كله ملخبط والدنيا بايظة. انت عارف انت فاتح كام بيت؟ مستر نديم، الناس دي ذنبها ايه؟ مستر نديم، احنا كلنا بنستمد قوتنا منك واولهم انا، ومفروض ما تسمحش لاي حاجة في الدنيا دي كلها تكسرك. مش انت اللي علمتني كده؟ ومش عشان دي؟ يعني أي واحدة في مكاني كانت تعمل إيه؟ لما تدخل تلاقي السكرتيرة قاعدة على حجر جوزها وهو عمال يفعص فيها. أكمل معاه إزاي؟ كان لازم طبعًا أطلب الطلاق. طب وذنب بنتك إيه؟ ذنبها إن أبوها خاين. وهو ما حاولش يعتذر لك ولا يبرر لك عملته السودة دي؟ يوه، حاول بس. ده شوية شوية كان هيوطي على رجلي بوسها. بس أنا كرامتي ما تستحليش أعيش مع واحد غوطي زي ده. مش كفاية عايشة وساكتة؟ لأن لولا إن أنا بنت ناس ومتربية كان زماني فضحته. هو في سر بس انا مش هقدر اقوله. سر ايه؟
مش هينفع، حرام، ده مهما كان ابو بنتي. ما تقولي يا رشا سر ايه، هو احنا غربة عنك؟ ده احنا اصحابك. بس ما قلتش حاجة. اكيد اصل اللي كان بيعمله مع السكرتيرة ده يعني منظرة على الفاضي، عايز يثبت رجولته. انما الحقيقة خلاص بقى يا جماعة، مش هقدر اقول اكتر من كده، وده كان شرط الطلاق ما بيننا.